للحديث أكثر عن صراع الأحزاب على المناصب وفشل اختيار رئيس للحكومة المنتظرة بعد أن فشلت الأحزاب في التوافق على نعيم السهيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ داود البصري. أستاذ داود، بداية مرحبا بك. قوى العملية السياسية فشلت مرة أخرى في التوافق على نعيم السهيل، لماذا هذا الفشل؟ والله هذا الفشل حالة مستمرة، النظام فاشل وأدمن الفشل. والمشكلة الرئيسية في الموضوع أن هذا النظام عاجز حقيقة عن أن ينتج أي حل معين لأزمة الوطن. الوطن يعاني، وهذه المعاناة انعكست من خلال التظاهرات الشعبية الضخمة والكبيرة، ومن خلال مئات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الوطن ومن أجل المستقبل. لكن هذه الحكومة وهذا النظام يظل تغيير بالكامل، لأن هذا النظام فاشل وأنتج دولة فاشلة وأنتج أيضا مجتمع فاشل مع الأسف. هذه الطبقة السياسية طبقة مستهلكة، لم يعد لها اي حظ في الاستمراريه وفي التواجد، هنالك معادلات دوليه اعتقد هي الوحيده تمنع انهيار هذا النظام، لكن هذا النظام هو شعبيا وواقعيا في يعني يمكن اعتباره نظام طاقد، لان نظام افتقد للشرعيه، يعني اكثر من اشهر عديده هذه والجماهير تنطلق والشهداء يقدمون مواكب، ولكن مع الاسف يصر هذا النظام على ان يعيد تدوير نفاياته. هذا هناك إصرار يعني غريب لإعادة تدوير نفس الوجوه، يعني هذه المرة هي المرة الخامسة التي يجلس فيها قوى العملية السياسية ويفشلون في يعني اختيار مرشح لرئاسة الحكومة. إلى أي مدى ترى أنه يعني هذا الفشل المستمر سيؤثر على حياة العراقيين؟ المواطن العراقي أساسا هو يعني مثقل بالأزمات والكوارث والأزمات الاقتصادية وانتهاك حقوق الإنسان. العراق أصلاً وهذا النظام دولة فاشلة، وهذا الفشل طبعاً مثل ما قلت لك مستمر ولن ينتهي إلا بنهاية هذا النظام وقيام طبقة سياسية أو واقع سياسي عراقي جديد. لكن المشكلة أنه في العراق مراكز قوة، هذه مراكز قوة ترفض التخلي عن امتيازاتها وترفض التخلي وترفض الانصياع للواقع الجديد وترفض الاعتراف بان هنالك حقائق جديده افرزتها النضال الجماهير، افرزها الواقع، افرزت الحقيقه انه هذا النظام لا يمكن يستمر، لكن هذه الطبقه السياسيه تحاول الاستمرار من خلال اللعب على عامل الوقت وعامل الزمن، ومن خلال اللعب على صبر الجماهير، نفاذ صبر الجماهير، ومن خلال اللعب على انه احداث اكبر خسائر ممكنه في صفوف المنتفضين من اجل اشاعه اليأس والاحباط، لكن هم جهلوا حقيقه انهم هذا الشعب عندما انطلق وقدم مئات الشهداء لا يمكن ان يتراجع للخلف، لا يمكن ان تعود الساعه الى الوراء. هذا النظام طبعا هنالك احزاب مسيطره وحاكمه ومراكز قوه كما اسلفت، وهي اللي تحاول انه تسيطر على الوضع، احزاب الجماعات الطائفيه الايرانيه بكل صراحه، الجماعات المرتبطه بايران، حزب الدعوه والمجلس وبقيه الجماعات الاخرى المطوله لها والميليشيات والعصابات المسلحه التي خرجت بعد ضمن اطار الحشد الشيعي. لذلك المطاوله صعبه والمعركه صعبه، يعني ابرز وما لم يكن هنالك راي عام دولي مساند حقيقي وقوه دوليه حقيقيه تقف الى جانب الشعب العراقي، فالازمه مستمره والنزيف مستمر. أبرز ما يجري الآن يعني مع تواصل التظاهرات ثورة تشرين المطالبة بإسقاط العملية السياسية وإسقاط يعني سلطة الأحزاب. في تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقول هذا التقرير أن هدف إيران في العراق إنهاء التظاهرات بأي شكل من الأشكال. يعني كيف تنظر الآن يعني لماذا إيران ترى في التظاهرات خطرا كبيرا على نفوذها؟ الوصفه الايرانيه هي اللي طبقتها في الواقع الايراني في انتفاضه الربيع الايراني 2009. نفس العمليه عملها الحرس الثوري ومارس اقصى درجات العنف والقتل ضد الجماهير، لكن المعادله لكن الشعب العراقي غير الشعب الايراني. الشعب العراقي غير الشعب الايراني، النظام العراقي غير النظام الهش القائم بالعراق، غير النظام الارهابي القمعي القائم في ايران. الان هنالك متغيرات، هنالك وضع دولي، هنالك حتى الفيروس، هذا الفيروس الجديد كورونا ساهم ايضا، ساهم في اضعاف الجانب الايراني. ايران لم تعد مسيطره بالكامل كما كانت في السابق. الضربات الامريكيه الاخيره بالاضافه الى تزعزع الوضع الداخلي الايراني يؤدي الى انطلاق حريه الجماهير داخل العراق. ايران تحاول ان تفرض نظامها وسطوتها وسلطتها واسلوبها قمعها الحرس الثوري على الشعب العراقي من خلال العصابات. الان في يعني استاذ داود، يعني منذ ايام كما تعلم زار علي شمخاني
العراق ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من ملف تسمية رئيس الوزراء، مع ذلك لم ينجز الملف. يعني هل تعتقد أن يد إيران ربما لم تعود بنفس القوة بعد التظاهرات؟ مثل ما أسلفت النظام الإيراني إيده الآن زعزعت وقوته قد وهنت، وفقدان القاسم سليماني وفقدان القيادات في الحشد اللي كانت مسيطرة على الساحة بطريقة إرهابية عنيفة أدى إلى، وبالإضافة إلى ما تعانيه إيران من مشاكل اقتصادية بسبب الحصار ومن مشاكل صحية وأزمة الفيروس الأخيرة هذه اللي أثرت عليها، أصبح شمخاني لا يستطيع أن يفرض قوام مثل ما كان سليماني. وإسماعيل قاآني اللي صار خليفة سليماني مهتم بالوضع الأفغاني ومختص أكثر من الوضع العراقي، وما عندهم ذيك الشعبية ولا حتى الكارزمية اللي خلقها الحشد الشيعي السليماني وغيره من خلال تحركاته في الخليج أو في لبنان أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق. لذلك الآن الوضع الإيراني مزعزع بالكامل، والقبضة الإيرانية يعني هل يمكن القول يعني هل يمكن القول ان صمود الشارع العراقي كان له الاثر الكبير في الوقوف امام تمرير يعني نعيم السهيل؟ بكل تاكيد العامل الرئيسي والعامل الاقوى والحاسم والاكثر حسما هو دماء الشعب العراقي ودماء الشباب العراقي واصرارهم الوطني العنيف على رفض كل هذه التسويات السخيفه، بالاضافه الى ما ننسى افضال الجنرال كورونا اللي زعزع الوضع الايراني وخفف القبضه الامنيه والارهابيه الايرانيه. طبعا هنالك مآسي واحنا لا نتمنى للشعب الايراني هذا الدمار، لكن ما حصل قد حصل، والمشكله الان الرئيسيه انه العراق في حاله صراع ضد الفيروسات وصراع ضد الفيروسات الطوطويه، وهذه مساله معقده لم تحصل في تاريخ العراق المعاصر. كان الله بعون العراقيين. نعم طبعا كان الله بعون الناس وبعون الجماهير المظلومه وبعون الشعوب ايضا سواء الشعب العراقي او الشعب الايراني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ داود البصري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من أوسلو عبر الهاتف.